الأولى والثانية دولة عظيمة عريقة ضاربة في التاريخ. أعاد حكم آباءه وأجداده هو ورجاله، ووحد مملكة متواحد مترامية الأطراف بحجم قارة، صنع الوحدة العربية الوحيدة الناجحة في العصر الحديث كله، في منطقة مشهور عنها عدم الاستقرار والصراعات والقتال والتناحر والشقاق والقتل وتغلب القوي على الضعيف والفقر والجوع، انك توحد مملكة مترامية الاطراف انت ورجالك، شبه قارة، مش بس قارة، مختلفة العادات والتقاليد، مختلفة التضاريس، والناس تجمع على مشروعك وعلى انها تتوحد تحت لواءك قبل خروج النفط. هذا كله كوم، وكلمة قبل خروج النفط كوم، لأنه ما في شيء، ما في ثروة. أول بير صدر منه أو أصبح ذو فائدة بعد 6 سنين من توحيد من مسار اسمها المملكة العربية السعودية. صح. هذا عمل إن لم يكن معجزا فما هو العمل المعجز؟ وكيف نقدر ننصف هذا الرجل؟ نجد الملوك اللي بعده كلهم، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا، وسلطان ونايف، الأمير سلطان والأمير نايف، ويطول عمر مولاي الملك سلمان، نعم، وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كل هؤلاء، كل واحد قدم لبلده كل ما يستطيع، وكلهم تجمعهم سمة عظيمة. السمة هذه وش؟ هذول ناس يشتغلون لبلدهم، يعملون لبلدهم، ما يحملون الحقد، فيهم تواضع وحكمة. هذول ناس إذا أخطأوا تداركوا أخطاءهم واعترفوا فيه، إذا عملوا شيء صواب اعتبروه جهد المقل، فتحوا بابهم الكل ناصح أمين، اتسموا بالحلم والعفو والتسامح. قيادة كهذه يغبط عليها شعبها، وشعب كهذا تغبط عليه قيادته.